أنباء عن ترشيح 3 شخصيات لمنصب رئيس الوزراء واقتصار التغييرات المرتقبة على منصب واحد. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. كشفت مصادر إعلامية عن اقتصار التغيير الحكومي المرتقب على منصب رئيس الوزراء معين عبد الملك، وتداولت وسائل إعلام محلية معلومات حول الاتفاق النهائي بين الأطراف التابعة للشرعية بشأن التغيير الحكومي المرتقب تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي المعلن عنه من قبل الأمم المتحدة. وأفادت المصادر أن الأطراف السياسية اتفقت على أن تستمر الحكومة الحالية بنفس تشكيلتها ويتم تغيير رئيس الوزراء فقط. وأفادت المصادر أن الأطراف السياسية اتفقت على أن تستمر الحكومة الحالية بنفس تشكيليتها ويتم تغيير رئيس الوزراء فقط. وأوضحت المصادر أن شخصية رئيس الوزراء القادم انحصرت بين وزير المالية الحالي سالم بن بريك وهو الأقرب لتولي المنصب ووزير الخارجية الحالي أحمد بن مبارك، فيما استبعد واعد باذيب من التنافس وتم منحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلافا للراحل نجيب العوج بعد إن كان مرشحا للمنصب ذاته. وتأتي تلك التسريبات بالتزامن مع أنباء عن اقتراب موعد توقيع خارطة الطريق التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبيرغ قبل أسابيع،